الشركات الكبيرة عم بوغضوا المخصصات وإحنا مناش ولا شيء نهائيا. إحنا عم نطالب إنه خطنا يتوجه انطلاقا من إربد، الصويلح، إشارة الدوريات، مجمع الشمال. وقف دعوات الاستثمار بكافة أشكالها، يعني دعوات الاستثمار هاي هيئة تنظيم قطاع النقل العام عملت دراسة كلفت ملايين الدنانير. التوصيات النهائية بالدراسة أوصت إنه الأردن مش بحاجة لأي واسطة نقل، بل بحاجة إلى هيكلة وإعادة تنظيم لقطاع النقل، ومش بحاجة لأي واسطة نقل جديدة تنزل عليها. هناك بعض الخطوط اللي ما بتجيبش الكلفة التشغيلية تبعتها، فكيف بدها تصرف على أسر وعلى دار هاي الخطوط؟